نشرة مفصلة للأنباء والبداية مع العناوين. غزة تحتفي بنصر المقاومة بعد 11 يوما على العدوان الإسرائيلي. الأقصى يحتفي بانتصار غزة ويستقبل المصلين لصلاة الفجر. مواقف إسرائيلية رسمية تنتقد نتنياهو وتتهمه بتمزيق المجتمع الإسرائيلي. المقاومة بكل فصائلها وغرفتها المشتركة ورجالها سيف القدس ودرعها وعلى عهد الشهداء كتائب القسام تضع الاحتلال أمام اختبار وقف النار، والمقاومة تؤكد علقنا ضربة كبيرة تطال كل الكيان استجابة لاتصالات وقف إطلاق النار. جميعا بوحدتنا توازن رعب كبير مع العدو. النخالة يؤكد في خطاب النصر أن المقاومة مستمرة حتى النصر وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه وأنها سترد على أي اعتداء. صباح الخير من بيروت إلى غزة، والتي بدأت ساعات صباحها بالعزة والنصر لمقاومتها وشعبها. إذن ليل غزة تحول إلى نهار مع احتفالات أهلها بانتصار المقاومة على واحدة من أعتى آلات الحرب. العيد اليوم أنا بعتبر أنه اليوم أول عيد أنا عشته، أنا عمري 50 سنة وأنا اليوم أول يوم أعيش عيد، يعني عيد حقيقي، عيد النصر، عيد المقاومة، عيد الكبرياء، عيد الشموخ، عيد الوطنية، عيد كل المسلمين، مش فلسطين، لا ضفة ولا غزة ولا 48 ولا شتات، هذا العيد عيد الشعب الفلسطيني كله. إحنا أقوى من الاحتلال وخرجونا من القدس عاصمة فلسطين، عشان هيك احنا اليوم طلعنا عشان اليوم عيدنا. صح خسرنا شهداء جرحى، بس يعني الحمد لله عوضنا ابو عبيده والقسام طبعا ما اصهروا فينا بالمره، الحمد لله هذا نصر كبير 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 بالنسبه لنا. ركع ونزل والحمد لله، يعني دوله عظمى لما يصير فيها هيك يتخبوا ويتبهدلوا، الحمد لله نصر قدمنا، راح منا شهد راح منا شيء، بس هاي لحظه نصر وهي والحمد لله طلعنا منتصرين، وإن شاء الله جولات أخرى موعدنا القادم. ضيف وسمينا كمان سيف الأقصى، وهيهم في الولادة وبصحة جيدة. تقدم مطلع شباب. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أكبر تحرير اللي انتصرنا بيه على اليهود وكسرنا انفسهم. الله يحمي المقاومة. احنا الحمد لله كل الأرض المحتلة حترجع، ينادوا لنا تعالوا لنا بنجيهم. أقسم بآيات الله أنا مروحة على بيتي اليوم وكأني مروحة من الحج. انتصار المقاومة هو انتصار الأمة الإسلامية كاملة. المقاومة الفلسطينية أعادت الكرامة لكل المسلمين. وفور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، صدحت مآذن مساجد غزة بتكبيرات الابتهاج وبالدعوات إلى الخروج للابتهاج بالنصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
المصلون في القدس أدوا صلاة الفجر في باحات الأقصى الذي امتلأت ساحاته بالمحتفلين، كما رفع أهل القدس أعلام فلسطين وأطلقوا الألعاب النارية ابتهاجا بانتصار مقاومة غزة. هذا وخرج الآلاف احتفالا بالانتصار في مخيم الدهيشة وباقي مخيمات الضفة الغربية. بارك حزب الله للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة الانتصار التاريخي الكبير الذي حققته معركة سيف القدس. الحزب في بيان له أكد أن المقاومة كسرت في هذه الجولة البطولية معادلات قديمة عمل العدو على تثبيتها بالحديد والنار، وأشار إلى أنه ستكون لهذا الانتصار انعكاسات استراتيجية وسياسية وثقافية بالغة الأهمية على مستقبل الصراع. وأكد الشعب الفلسطيني ودول محور المقاومة وشعوبها كافة أن إسرائيل إلى أوهن من بيت العنكبوت، وشدد على أن الضعف والتصدعات في إسرائيل تجعل التحرير الكامل من البحر إلى النهر مشروعا قريب المنال والقدس أقرب إلى الحرية من أي زمن مضى. كتائب حزب الله العراق أصدرت بيانا أكدت فيه أن الانتصار التاريخي قد تحقق بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها المقاومة الفلسطينية، ما يجعل من المعسكر الإسرائيلي مكانا غير آمن بعد اليوم. وأكد حزب الله العراق أن هذا النصر صنعه صمود الفلسطينيين ووحدة صفهم وتعاظم قدراتهم الجهادية، وأن هذه القوة حطمت أمال المطبعين والعملاء بعدما استطاعت غزة التي لا تتعدى مساحتها مساحة بغداد أن تهزم أقوى الجيوش المصنعة والمدعومة من قوى الشر الكبرى. انتصار المقاومة وغزة جعل الداخل الإسرائيلي يوجه سهامه إلى الحكومة ورئيسها. رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد أشار إلى أن من سماهم مواطني إسرائيل تلقوا نيرانا كثيفة ولم يحصلوا في المقابل على أي إنجاز واقعي، فيما وصف رئيس حزب أمل جديد وقف إطلاق النار من دون شروط بالأمر الشائن. بدوره أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن نتنياهو لم يعد منذ مدة زعيما رصينا ومتزنا، بل بات مثيرا للفوضى، ليرجح هذا الإعلام أن تكون حماس وحزب الله معا في المواجهة المقبلة، وأن حماس ستكون قادرة على استهداف تل أبيب بالكثافة نفسها التي استهدفت فيها عسقلان. ومع إعلان وقف النار شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على أن اليد ما زالت على الزند، فنيابة عن الغرفة المشتركة للفصائل وبالتوافق بين مكوناتها أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المقاومة كانت أعدت لضربة كبيرة تطال كامل الكيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماهير شعبنا العظيم في القدس والضفة وفي غزة وفي كل مكان، يا جماهير أمتنا الكبيرة العظيمة، خضنا في المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس بقوة الله وعونه وتوفيقه، دفاعا عن مصر نبينا وقبلة المسلمين الأولى، في نذير واضح جلي على قرب زوال الكيان الوهمي المحتل الغاصب. خضنا ونخوض هذه المعركة بكل شرف وإرادة واقتدار بمعية الله تعالى، نيابة عن أمة بأكملها شاهدت وتشاهد مصر نبيها وقدسها العظيم
يدنس من شذاذ الآفاق وحثالة البشرية، وما كان لنا أن نتخلف عن نصرة القدس والأقصى، وما ينبغي لنا أن نراكم من قوتنا ونمتلك سلاحنا ثم لا ندافع به عن درة وطننا وعاصمتنا المقدسة، ونستجيب الاستغاثة وصرخات أهلنا وشعبنا المقهور المظلوم في الشيخ جراح وغيرها من مدننا وقرانا المحتلة. لقد تمكننا بعون الله من إذلال العدو وكيانه الهش وجيشه الهمجي، وشاهد كل العالم حجم الخزي والعار لهذا الكيان الذي تتبجح قيادته بقصفها الأبراج السكنية والمنشآت المدنية، وتتفاخر بقتل الأطفال والنساء كأهداف مشروعة وإنجازات عظيمة. إن هذا العدو كغيره من الغزاة لا يفهمون لغة الشعوب التواقة للحرية، ولا يستخلصون العبر من تاريخهم الأسود المليء بالمجازر التي لم تفت يوما في عضد شعبنا، ولم توقف مد مقاومتنا، ولم تخرس صوت بنادقنا وراجماتنا. لقد أعددنا أنفسنا بفضل الله جيدا لهذه المعركة، ولا زال لدينا المزيد والمزيد بإذن الله مما سيسوء وجوه الغاصبين الصهاينة إذا تجرأوا على شعبنا وأهلنا ومقدساتنا. إننا إذا ما بات معروفا من عرض الوسطاء لوقف إطلاق النار، فإننا نقول وبشكل واضح وجلي بأننا كنا قد أعددنا ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وتدك معاقل العدو من حيفا شمالا إلى مطار رامون جنوبا، ولكننا استجبنا لتدخل الوساطات العربية في إطار وقت إطلاق النار، وعلقنا هذه الضربة الصاروخية لنرقب سلوك العدو حتى الساعة الثانية من فجر الجمعة. وإن انطلاق هذه الضربة ووضعها حيز التنفيذ يحدده مدى التزام العدو بوقف تام لعدوانه حتى الثانية فجرا، وقيادة الاحتلال أمام اختبار هام وحقيقي خلال هذه الساعات، وقرار توجيه هذه الضربة سيبقى على الطاولة حتى الثانية فجرا بعون الله تعالى. تحية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، وإلى شعبنا المرابط في الضفة المحتلة وفي عاصمتنا المقدسة، وتحية للشيخ جراح وللمرابطين في القدس والأقصى. وستظل المقاومة بكل فصائلها وغرفتها المشتركة ورجالها سيف القدس ودرعها وعلى عهد الشهداء والأسرى والجرحى بإذن الله. والله أكبر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. وأعرضت كتائب القسم مشاهد من جاهزية المقاتلين واستعدادهم داخل الأنفاق خلال معركة سيف القدس، وتزامن عرض المشاهد مع بدء سريان الهدنة بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أكد أن تضحيات الشعب الفلسطيني أدت إلى الانتصار الحالي، وإذ عاهد الشعب الفلسطيني على مواصلة العمل لتحقيق العودة والنصر الكامل، حذر النخال الجانب الإسرائيلي من أن المجاهدين جاهزون للرد على أي اعتداء مستقبلا. لقد فرضت المقاومة والشعب الفلسطيني معادلة جديدة في الصراع، وخلقنا جميعا بوحدتنا توازن رعب كبير مع العدو. يا شعبنا العظيم، إن هذا الانتصار له ما بعده، وكونوا على ثقة أننا بوحدتنا نستطيع أن نغير الكثير من المعادلات. ونؤكد مرة أخرى هنا أن المقاومة ستكون على أهبة الاستعداد للرد على أي اعتداء وعلى أي خرق لوقف إطلاق النار. المجد للشهداء والنصر لشعبنا
والسلام عليكم. أرحب بالدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس من رام الله، وأيضا باللواء محمد عباس الخبير في الشؤون العسكرية من دمشق. أبدأ معك دكتور عوض، أي خلاصات يمكن الخروج بها بعد 11 يوما من سيف القدس؟ صباح الخير صباح. لكم جميعا، وهذا صباح خير على فكرة، وفخار وعزة وكرامة، صباح مختلف، صباح عربي مختلف، صباح إسلامي مختلف، وذلك العبر عبر كثيرة حقيقة، عبر يعني يفيض الكلام فيها. أبدأ باختصار لأن هذا كلام حقيقة يطول، لكن أقول أنه مسألة النصر، أنه هل انتصرنا أم إحنا سجلنا نقاط أخرى على المحتل؟ هل يعني سحقنا المحتل؟ هل نجهز حقائبه للرحيل؟ أريد أن أقول أنه ما حدث خلال 11 يوم كانت في مجتمع ينتصر على مجتمع، عقل ينتصر على عقل، بنية تنتصر على بنية. إسرائيل الدول اللي بتسمي حالها محكمة علمية وتكنولوجية وعصرية وحدثوية تواجه الشعب أو ميليشيات شبه مدنية شبه عسكرية في ظل هالكد ضغط وبطالة وازدحام وحصار ومراقبة كل ليل نهار، وبالتالي يتم تسجيل هذه الهزة القوية للوعي الإسرائيلي وللمجتمع الإسرائيلي ولنظرية الأمن الإسرائيلي. معناته في شيء جديد حصل، جديد وجديد ومهم اللي حصل، إنه هذه الجبهة المدنية شبه العسكرية استطاعت أن تواجه هذا الكيان المحكم بمراكمة التجربة، بالتحكم، بالسيطرة، بالإدارة، بالجماعية، بالقدرة على التحكم في الزمن، بتوقيت كل شيء، توقيت الهجوم، توقيت الأداء، توقيت المفاجأة، توقيت وقف إطلاق النار، كل ذلك يعني أنه في عقل جديد يتخلق، عقل عربي مسلم يتخلق. هذا العقل العربي المسلم عمليا الذي يتخلق ويسجل نجاحات، هذا يخرج من أزماتنا كلنا، أزمة المعادلة السياسية، أزمة الانقسام، أزمة الإقليم، أزمة الطائفية، لأن النصر أبو كل الناس، كل الإقليم أبو هذا النصر، كل واحد له جزء بهذا النصر. لذلك هذا النصر إذا بدك معنوي، والنصر معنوي، النصر ليس دائما مادي، النصر معنوي، النصر معنى، النصر معنى. شو يعني انتصرت؟ يعني أنا هذا العدو الكبير اللي بخوف، البعبع اللي بيسوق حال العالم إنه كل شيء يصنع، يعبد العلم ويعبد الأرقام، في ناس عرب ومسلمين استطاعوا الانتصار عليه. إذن هذا جديد، منذ عام 1948 لليوم لم يحدث ذلك. كأنه هذا النصر، هذا الذي حدث كأنه ينظف مخازي كل هذه السنين، كأنه ينظف مخازي جهود رسمية، كأنه ينظف مخازي أنظمة أو سياق حتى أو بنى فكرية. لا أريد هنا أن أذهب بعيدا في هذا الكلام، ولكن ما يحصل جديد وجديد جدا، خاصة أنه على الأرض فلسطين. يعني الفلسطينيون، وحتى هنا أكون موضوعي، المراكمة هذه والتجربة هذه هي أيضا بنت حلف، يعني حتى نكون موضوعيين، يعني الفلسطينيون، الشعب الفلسطيني الذي انتصر في قطاع غزة، اللي هو الشعب الفلسطيني كله على فكرة، والشعب الفلسطيني في غزة عمل فلسطين كلها. بالمناسبة هذا جديد، بعد 73 سنة إسرائيل لم تستطع أن تفككنا، بعد 73 سنة رجعنا مثل ما احنا. على كل هذه المراكبة، حتى نكون موضوعيين، الشعب الفلسطيني عندما ينتصر هو جزء من حلف، حتى نكون موضوعيين. سنغوص أكثر في هذا التفصيل دكتور عوض، مرحبا بك مجددا سعادة اللواء عباس. الفصائل المقاومة حتى لحظة موعد وقف إطلاق النار كانت لا تزال تدك آليات العدو وجنوده وتتعامل معها بالأسلحة المناسبة، لا تزال صليات صواريخ تصل بمديات مختلفة وفق رؤية غرفة عمليات المقاومة في مجمل الإحداثيات فوق الأراضي الكيان المحتل. في كل ذلك مشهد كان للجيش الإسرائيلي مهزوز، وهذا ما نطق به قادة العدو، هذا ما اعترف به مختلف المستوطنين من أكثر من مستوطنة. من وجهة نظر عسكرية، كيف تقيم في بدء الأمر الأداء الإسرائيلي في هذه الجولة، وفي أي صورة بدا عليها الجيش الإسرائيلي؟ سلام الله عليكم وعلى ضيفكم الكريم ومشاهديكم، تحية
رجال الله، هؤلاء الأبطال الذين صنعوا الانتصار، تحية لشعبنا الصامت في غزة وفي القدس، تحية لهذه الأمة التي لا تموت، هذه الأمة المتجددة القادرة فعلا على إنتاج وصنع الانتصار بأيد أمينة وآمنة. في الحقيقة ظهر الكيان الصهيوني بشكل واضح ولا لبس فيه بأنه قد فوجئ. دعني أقول أنه قد فوجئ منذ صاروخ ديمونا، عندما قيل أن القبة الحديدية الصهيونية قد فوجئت بهذا الصاروخ. يبدو أن المفاجآت كانت كثيرة، وقد ابتلع الصهاينة ألسنتهم وعقدت الدهشة وجوههم وهم يشاهدون ما لم تكن تنتظره الاستخبارات الصهيونية ولم تكن تتوقعه، ما شاهده كل العالم من أن القدرة القتالية لهذه المقاومة باتت أكبر بكثير من صواريخ كان يستهزأ بها ويسخر منها ويقال أنها صواريخ كرتونية لا تستطيع أن تدافع أو لا تنفجر حتى إذا ما أردت تفجيرها في الموقع أو في المكان. وهذا الاستهزاء هو ربما الذي صنع للمقاومة الفلسطينية ردة الفعل الحقيقية أو بالأحرى الإرادة الحقيقية لكي تصنع أو لكي تحقق إرادتها، طبعا انتظارا انطلاقا مما أراده لها الإعلام الغربي والصهيوني، وطبعا بتراكم الخبرة بتراكم المعرفة بتنسيق وتعاون قيادي قتالي تقني عسكري من محور المقاومة من سوريا من إيران من حزب الله من كل الوسائط من كل المنظومات التفكير والتفكير التقني العسكري والتفكير الايديولوجي العقائدي المقاوم، كل هذه فعلا راكمت قدرات قتالية لدى المقاومة انتجتها مفاجأة وصدمة للكيان الصهيوني. هذا الكيان فعلا صدم، الكيان الجيش الاحتلال الصهيوني لم يكن يتوقع أن قبته الحديدية فاشلة بهذا المستوى، ولم يكن المستوطنون الصهاينة ينتظرون أن يشاهدوا جيشا مهزوما ينبطح في الشوارع يحتمي بأرصفة الشوارع يحتمي بأماكن لم يكن ينتظرها، ربما كان في حاويات القمامة. هنالك أحد المشاهد للجندي الفلسطيني صهيوني يختبئ ضمن حاوية القمامة يظنها قبته الحديدية. في الحقيقة نستطيع اليوم أن نؤكد بأن الجيش الاحتلال الصهيوني أثبت فشله في التدريب في التأهيل في الجاهزية القتالية، أثبت عدم قدرته على الرد بالمستوى العسكري. نعم تمكنوا من تدمير الكثير من البنى التحتية والأبراج واستخدموا قذائف الارتجاجية وقذائف الفراغية وتمكنوا من تدمير مجمعات سكنية كاملة، أظهروا استعراضا قتاليا عسكريا شرسا يعني إرهابيا ضد المدنيين، لكن نتنياهو كان عاجزا عن إظهار صورة واحدة لعمليات تدمير الأنفاق أو لمنصات إطلاق الصواريخ الفلسطينية. نتنياهو كان عاجزا عن أن يؤكد على قدرته في إيقاف الحرب وفي لجم أو بالأحرى تقييد انطلاقة الصواريخ. لم تكن هذه القدرة، لم يكن الهدف الاستراتيجي للحرب من قبل الكيان الصهيوني لم يكن واضحا، كان هدفهم فقط تكبير أو بالأحرى إيقاع أكبر كمية من الخسائر في صفوف المدنيين. أيضا يبدو أن التخطيط الاستراتيجي العسكري أو العملياتي وحتى على المستوى التكتيكي لم يكن متكاملا، دليل ذلك تناقضهم، فقد قالوا أنهم سوف يبدأون العملية البرية منذ اليوم الثاني وتراجعوا عن هذه العملية، وهذا ظهر فيما بعد أن إعلامهم العسكري أيضا لم يكن متوازنا. الإعلام العسكري الإعلام الذي أراد مخاطبة الخارج الصهيوني وأيضا من أراد مخاطبة الداخل الصهيوني أظهر كذبا ونفاقا في المعلومات وفي المعطيات الاستطلاعية وفي المعلومات التي أراد أن ينشرها نحو باتجاه المستوطنين وأيضا نحو الخارج، وبالتالي كان إعلامه فاشلا، إعلامهم العسكري كان فاشلا، يعني المراسلوهم لم ينقلوا الحقيقة لأنه كانوا تحت يعني المراقبة العسكرية، وبالتالي ظهرت قيادة عسكرية صهيونية على حقيقتها، لم تكن فاشلة، ظهرت على حقيقتها لأن مستواها كان في هذا المستوى وهذا هو المستوى الحقيقي، وبالتالي أثبتت أنها عاجزة عن إدارة حرب. نعم إنها إدارة حرب لأنهم فوجئوا، لأنهم صدموا بمستوى الرد الفلسطيني، لأنهم لم يكونوا يتوقعوا أن هذا المستوى من المستوى من الجاهزية القتالية والردع وتوازن الرعب وتوازن الردع الذي حققه، لا بل حققوا تفوقا، يعني الفلسطيني حقق تفوقا بالروح المعنوية، حقق تفوقا بإرادة القتال، حقق تفوقا بأنه أراد استجلاب الحرب بإطالة أمد الحرب. وطبعا هذا كان الكيان الصهيوني نتنياهو كان
يحرص على إطالة أمد الحرب من أجل ربما تحقيق هدفه في التدمير، ولم يكن وهذا مناقض لمبادئ الاستراتيجية العسكرية في الأمن الصهيوني التي كانت ترتكز دائما على مبدأ حسم الحرب في زمن قصير، استخدام الطيران، فعالية الطيران، ونقل الحرب إلى أرض الخصم. هنا تآكلت قدرات الردع الصهيوني، وأيضا تآكلت نظرية الأمن الصهيوني، لأن الحرب باتت في داخل الكيان، لأن الحرب باتت داخل مستوطناته، ولأنه لم يستطع حسم الحرب، بل إنه كان يسعى من أجل إطالتها. سنغوص أكثر سيادة اللواء في تفاصيل تكتيك المقاومة وصورة الأنفاق التي ظهرت في لحظات وقف إطلاق النار، وطبعا الصورة المهترئة التي بدت عليها القبة الحديدية. استبقيك معنا سيادة اللواء والدكتور عوض للنقاش أكثر في عناوين إضافية في سياق هذه النشرة التي نستأنفها مع القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الذي كان أكد للميادين أن المقاومة مستعدة لأي تطور، وأضاف أن المقاومة ثبتت في هذه المعركة انتصارا جديدا ومعادلة جديدة. احنا جرى كمحصلة نهائية لكل الاتصالات، جرى ابلاغنا قبل قليل بانه الجانب الاحتلال قد قبل وقفا متزامنا لاطلاق النار، وان موعد وقف اطلاق النار هو تمام الساعة 2 فجرا. هذا يعني بكل الاحوال ان الامور حتى اللحظة من حيث المواجهة لم تنتهي، وربما يمارس العدو ما يستطيع من عدوان حتى هذا الوقت، ولهذا المقاومة ستكون متيقظة ومستعدة لأي تطور يمكن أن يحصل. ثبت بمعنى أن العدوان توقف على القدس ورفعت سطوة الاحتلال عن حي الشيخ جراح، وتوقفت محاولات اقتحام الأقصى وفرض وقائع مختلفة فيه، فالأمور ستكون ستسير على النحو الذي يرضي المقاومة. إذا حصل أي خلل، الذين كان فعلهم واضحا في الأيام الماضية يدهم لا تزال على الزناد، وبالتالي هذه معادلة على العدو أن يفهمها. حمدان وصف موقف الرئيس السوري بشار الأسد بخصوص فتح سوريا أبوابها لجميع الفصائل الفلسطينية بالداعم للمقاومة، لافتا إلى أنه ليس غريبا ولا مفاجئا. يعني هذا الموقف ليس غريب ولا مفاجئ، والمقاومة تعرف هذا الموقف، ونحن من يحيينا بتحية نرد بمثلها وبل وخير منها، فنحن نأمل إن شاء الله تعالى أن تظل دمشق كما كانت، هي عاصمة للمقاومة، دائمة للمقاومة، دائمة للحق الفلسطيني، ونعتقد أن هذا سيكون إن شاء الله تعالى دائما. نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد كان نقل عن الرئيس السوري بشار الأسد أن أبواب سوريا مفتوحة لكل فصائل المقاومة بغض النظر عن تسمياتها. اليوم التقينا مع سيادة الرئيس بشار الأسد كل فصائل المقاومة، وكان موقف يعني مميز إلى حد كبير، وكما هي سوريا وكما هو الرئيس بشار الأسد داعما ومؤيدا لكل ما تتفق عليه قوى المقاومة، وداعما ومؤيدا للمقاومة بشكل رئيسي، اليوم أكد بشكل واضح بأن سوريا مفتوحة للجميع، لكل من يقاوم أهلا وسهلا به بغض النظر عن التسميات، وأن سوريا هي جزء لا يتجزأ من وحر المقاومة، ويا فلسطينيين لكم مكان في سوريا بالقلب، لأن سوريا هي أيضا من قلب فلسطين. الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي أكد في حديث إلى الميادين أن لقاء جمع وفدا من قادة المقاومة يرأسه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وأضاف أن الأسد حملهم سلاما إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. أزف لك أيضا وعبركم التحيات التي حملنا إياها سيادة الرئيس القائد الدكتور بشار الأسد، قال أنقلوا تحياتي وتحيات سوريا لكل المقاومين في فلسطين، لكتائب عز الدين القسام، لسرايا القدس، لكل القوات الفلسطينية، لكل القوات المقاومة في قطاع غزة، ولكل فلسطيني صامد في القدس، في الضفة الغربية، في الأراضي المحتلة عام 48. أنقلوا تحياتي لمقاومي حماس والجهاد وكل الفصائل الفلسطينية التي تقاوم على الأرض الفلسطينية.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وفدا يضم عددا من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية برئاسة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لبحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية. خلال اللقاء أكد الرئيس الأسد أن الكيان الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام ولا الحوار، مجددا موقف سوريا الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة. قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيرانية العميد إسماعيل قآني توجه برسالتين منفصلتين إلى قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف ورئيس الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العزوري، وحملت الرسالتان العديد من الرسائل الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته وتأكيدا لدعم محور المقاومة لهم ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية. هذا التقرير لحسن شرارة. أهلا بكم. معركة سيف القدس فتحت زمنا جديدا في الصراع مع العدو الإسرائيلي، هي كلمات قائد قوة القدس العميد إسماعيل قآني في رسالته إلى قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف الذي وصفه بالقائد الشجاع والمضحي والواثق بالنصر. في هذه الرسالة أكد قآني أن المقاومة تكتب بالدم والنار معادلة أن العدو لا يمكن أن يستفرد بالقدس من دون رادع، وهي التي وعدت بالانتصار للقدس ووفت وأذاقت العدو الغاصب طعم الرعب والهزيمة والذل. وشدد قآني على أن العدو بات يعلم أن فلسطين اليوم ليست وحدها، بل معها محور مقاوم يزداد اتساعا وقوة وتماسكا، لافتا إلى أن إيران على عهد القائد الشهيد سليماني بأنها لن تترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار. لن يهنأ لنا عيش ولن يقر لنا قرار حتى زوال الكيان الغاصب وتحرير كل ذرة تراب من ترابها، يقول قآني. ويضيف أن سيف القدس أظهرت أن المشاركين في بيع فلسطين لا يمثلون إلا أنفسهم وسيندمون على خياناتهم، باعثا بالتحايا والسلام إلى أهل غزة الذين يحتضنون المقاومة بعزيمة وثبات أمام وحشية العدو إلى جانب الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية. في رسالة موازية توجه العميد قآني إلى مسؤول الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري، وأكد أن المقاومة حطمت بصمودها ووحدة صفها وقيادتها الحكيمة والشجاعة كبرياء الجيش الصهيوني، مشيرا إلى أن قدراتها الجهادية المتزايدة استطاعت تكبيد الجيش الصهيوني خسائر فادحة. وأعاد قآني تأكيده في هذه الرسالة أن إيران مع فلسطين كما كانت على عهد الشهيد سليماني بالأرواح والأجساد وبكل ما آتاها الله من قوة وإمكانات، مشددا على أن إيران لن تتخلف عن نصرة المقاومة مهما تكاثرت التحديات واشتدت المخاطر حتى زوال الكيان الصهيوني. وخلص قآني في رسالته للعجوري إلى أن محور المقاومة سيدخل المسجد الأقصى المبارك من دون أي شك ليصلي فيه بعزة واقتدار. وفي إطار الفعاليات المواكبة من لبنان وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة لفعاليات سيف القدس، وأيضا اليوم ضمن الفعاليات المرتقبة ينضم إلينا من مارون الراس الزميل عباس الصباغ، يطلعنا أكثر على التحضيرات وأجواء هذه الفعالية. إليك عباس. نعم محمد، نحن هنا في مارون راس على الحدود مع فلسطين المحتلة. الوقفات التضامنية مع فلسطين لم تتوقف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القدس وعلى غزة وعلى الأراضي الفلسطينية. يعني اليوم هناك وقفة تضامنية للسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا وفد من حماس سيصل ظهرا ويؤدي صلاة الظهر هنا في بلدة مارون الراس. طبعا هناك فعاليات أخرى في أكثر من منطقة حدودية، لكن نحن هنا على الحدود، يعني الجهة المقابلة حيث المواقع الإسرائيلية. كان هناك يعني في الأيام القليلة الماضية إعادة رفع للسواتر الترابية تحديدا في هذا الموقع، وأيضا القناص موجود على هذه التلة ويصوب بطبيعة الحال باتجاه الأراضي اللبنانية. أما حركة الجنود الإسرائيليين اليوم على الحدود فتبدو عادية وأكثر من عادية، لا استنفار حتى اللحظة. عادة يستنفر جنود الاحتلال عندما يصل المتضامنون إلى هنا إلى هذه الساحة، ومن ثم تجوب الأجواء مروحية لليونيفيل
ويأخذ الإسرائيلي مواقع قتالية قبالة الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. الاحتفال هنا سيبدأ بعد قليل، هناك بعض الإجراءات الأمنية على الطريق الساحلية التي تربط صور بالجنوب اللبناني، ولذلك تأخر بعض الشيء وصول هذه الوفود. كان مفترض أن تصل قبل نحو ربع ساعة، لكن هناك إجراءات أمنية تحول دون ذلك. لكن بكل الأحوال ستقام هذه الوقفات التضامنية اليوم مع فلسطين، بغض النظر عن يعني وقف الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين أم استمراره. طبعا هناك وقفات ستكون في معتقل الخيام غدا، حيث ستنظم وقفة تضامنية مع فلسطين. أيضا هيئة الأسرى المحررين من المعتقلات الإسرائيلية ستشارك في وقفة تضامنية أيضا مع فلسطين. بالإجمال الأجواء هنا هادئة حتى اللحظة. بالأمس كان هناك اعتداءات إسرائيلية على بعض المزارعين على الحدود، ألقى جنود الاحتلال قنابل دخانية باتجاه بعض المزارعين خصوصا في سهل كفر كلا بالقرب من بوابة فاطمة. وأيضا كان هناك أيضا تسلق للسياج والجدار الإسمنتي بين لبنان وفلسطين المحتلة ورفع رايات فلسطين والمقاومة. هذا يعني بالإجمال هذا هو المشهد على الحدود. أريد أن أستفسر منك، لا شك أن هذه الفعالية تحديدا لها رمزية وإشارات خاصة ودلالات واضحة يمكن للإسرائيلي أن يتلقفها، أن يصلي شباب وأعضاء من حماس على الحدود، فيما كان اللبنانيون طوال الأيام الماضية يدعمون في فعالياتهم الشعبية صمود الفلسطينيين وقرار فصائل المقاومة بضرب وكسر قواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي. كيف يقرأها الإسرائيلي من هذه النقطة التي تتواجد فيها أنت في هذا النوع من الفعاليات تحديدا؟ نحن هنا محمد في مارون الراس، يعني هذه البلدة التي اشتهرت عام 2006 بكسر الهجوم البري للجيش الاحتلال على مارون الراس في حرب تموز، وحصلت مواجهات يعني بطولية في هذه المنطقة. أيضا حتى يعني نعطي كل الذين قاوموا حقهم، هذه المنطقة أيضا منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عندما بدأ العمل العسكري الفدائي الفلسطيني كان أيضا هناك مراكز للمقاومة الفلسطينية وللأحزاب الوطنية اللبنانية في تلك الفترة. طبعا هناك أضرحة للشهداء، شهداء المقاومة كانوا فلسطينيين أو لبنانيين من مرحلة سبعينيات القرن الماضي هنا في هذه المنطقة. أما اليوم هذه الفعالية، طبعا حماس شاركت بالأمس في فعالية هنا وكان من المفترض أن تصل ويصل وفد كبير من حماس قبل ثلاثة أيام، لكن تم تأجيل الموعد إلى اليوم. حماس موجودة هنا، كل الفصائل الفلسطينية، يعني عندما يصلي فلسطيني وتشاهد سيدة يعني سبعينية تنظر إلى فلسطين والدمعة تنزل من عينها وتقول سنرجع يوما إلى هذه الأرض، نحن هنا على بعد أمتار، يعني كل هذه المشاعر الممزوجة بالانتصار الذي حققته المقاومة، كل هذه رسائل الإسرائيلي يرى بأم العين، لا حاجة لمنظار أو أي آلة تجسس أو كاميرا أو غيرها، يرى بأم العين فلسطينيون من مختلف الأعمار محمد، يعني نتحدث عن أطفال، عن فتية، عن شبان، عن كبار في السن، كلهم يأتون إلى هذه المنطقة، يقفون ينظرون إلى بلادهم، إلى قراهم المحتلة، وهم على أمل بأن العودة هذه المرة باتت أقرب من أي وقت مضى. بطبيعة الحال الإسرائيلي يقرأ هذه الرسائل، يستنفر على طول الحدود عندما يصل المتضامنون إلى الحدود، لكن لم يستطع يعني سوى يعني أطلق النيران أكثر من مرة، واستشهد محمد طحان كما نعرف في الأيام الأولى لبدء هذه الفعاليات. لكن هناك شعور كبير إن كان لدى سكان المنطقة الحدودية، طبعا في الجانب اللبناني الحياة طبيعية جدا، هناك تحضيرات لإحياء الذكرى 21 للانتصار، انتصار المقاومة في أيار مايو عام 2000 وتحديدا في مدينة بنت جبيل عاصمة المقاومة كما باتت تعرف منذ العام 2000، والحياة طبيعية، مزارعون في حقولهم يعني ولا يخشون الجند الإسرائيلي الذي يرفع بوجه السلاح، يتابعون عملهم لأنهم على ثقة بأن هناك معادلات تحمي هذه الحدود وتحمي السكان وتحمي كل المتضامنين الذين يأتون إلى هنا إلى مارون الراس لإعلان بأن هذه القضية المركزية لا تزال حية، وهي اليوم
أكثر من أي وقت مضى في شعور ووجدان الكثيرين على امتداد هذا العالم وليس فقط في لبنان أو فلسطين أو الأردن أو سوريا أو غيرها. عباس صباغ مراسل الميادين من مارون الراس، شكرا لك، سنكون وإياك في رسائل التالية مع مزيد من المتابعة لهذه الفعاليات. مرحبا بك مجددا سعادة اللواء، انطلاقا مما مر معنا من أخبار في سياق نشرتنا عن استقبال للرئيس الأسد فصائل وقادة المقاومة يتقدمهم السيد زياد النخال، وعلى مرمى نظر الإسرائيلي الذي حاول جاهدا باعتداءاته وضربه السيادة السورية في أكثر من محاولة لوقف إمداد المقاومة بالصواريخ والسلاح، مشهد يأتي من دمشق ليقول إنه دمشق داعمة وهي عاصمة المقاومة، فصائل المقاومة تعترف لها، ومع بالتزامن مع ساعة توقف إطلاق النار يستقبلهم الرئيس الأسد، أي رسالة يريد المجتمعون إيصالها لمطبعين بالدرجة الأولى للداخل الإسرائيلي بالدرجة الثانية؟ حقيقة لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع قادة المقاومة في هذا التوقيت. ألو، أسمعك سيادة اللواء. صوت، تفضل. صوت، نحن نسمعك سيادة اللواء. طب أعود إليك دكتور أحمد رفيق عوض، ريثما نستعيد الاتصال بلواء عباس. كيف يمكن البناء اليوم على إنجاز المقاومة وهذه الهبة الشعبية في مجمل الأراضي الفلسطينية في الضفة في القدس في أراضي 48 ليستثمر بها ويبنى عليها سياسيا على المستوى الفلسطيني طبعا، ويرافق ذلك ليس فقط على المستوى السياسي إنما على كامل المستويات وبأوجه مختلفة؟ نعم، هذه الأحداث عشر يوما أسقطت صفقة القرن للأبد، أسقطت أظهرت كما أن أوسلو تم تجاوزه تماما، أسقطت فكرة التهجير مثلا، أسقطت فكرة التوطين مثلا، أظهرت أهمية التنسيق والوحدة الوطنية، تستدعي ما حصل ب 11 يوم تستدعي التنسيق والتكامل بين المكونات الفلسطينية، تستدعي ترتيب البيت الفلسطيني بطريقة فيها ندية ومشاركة، الغرفة المشتركة العسكرية كان يمكن أن نجعلها غرفة مشتركة مدنية سياسية، بالتالي ما حصل يستدعي بالضرورة أن يكون هناك وحدة وتكامل وتنسيق بين الأطراف الفلسطينية كلها. وحتى لا أكون هناك وأختصر الأمور، لا، يعني هذا يستدعي أن يكون هناك وحدة حقيقية بين الفصائل كلها، بمعنى تغيير هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية حتى تعبر عن الكل الفلسطيني، وحتى تتغير أدواتها ووظائفها، وحتى تكون أكثر تمثيلاً للفلسطينيين، ومن بعد ذلك يمكن أنه نغير تعاملنا مع المحتل الإسرائيلي. بمعنى آخر، هذا يستدعي برنامج عمل حقيقي متفق عليه يتم فيه تكامل الشارع النضال الشعبي والجبهات النارية. هل ستكون الأرضية جاهزة لهذا المشهد دكتور؟ أنا هنا أتحدث باعتبار المواطن الفلسطيني العادي، ونحن كمواطنين فلسطين عاديين، ونثق بكل فصائلنا ونثق بكل قياداتنا، ولا أخصص هنا ولا أعمم، بأن نريد هذه الوحدة. رأينا بخلال 11 يوما أنه في غرفة مشتركة، وكان في تنسيق عجيب غريب، وكان في التزام حديدي والانسجام واضح، والانسجام واضح تماما. لماذا لا يكون ذلك في المجال السياسي؟ خاصة أنه إذا زرعنا بالقوة السلاح نستطيع أن نقطف بالسياسي، يعني بمعنى آخر إذا ربحنا بالنار نخسر بالسياسي ونخسر بالطاولة المفاوضات، خاصة أنه الإسرائيلي من سنة 2008 لا يريد أن يجلس على طاولة المفاوضات، ولا يريد أحد على فكرة، لا المعتدل ولا غير المعتدل. إذن بعد هذا اللي صار والإسرائيلي على فكرة، هذه الـ 11 يوم هذولا حطين في الوعي الإسرائيلي أنه أنت لا تستطيع أن تشتم الفلسطيني عن الطاولة، أنت لا تستطيع أن تتجاوله، أنت لا تستطيع أن تمنع ميلاد دولة فلسطينية حقيقية تتمتع بالاستقلال الوطني. بالتالي هذا ما يحدث يطرح فكرة أنه لابد من تسوية، لأنه زي ما بيقولوا الإسرائيليين، وأنا امبارح كنت أسمع القنوات الـ 11 و 12 و 13 أنه أنتوا هاي الجولة الرابعة مع الفلسطينيين، وكل مرة نفس الكلام، وبتطلع القوى المقاومة أقوى وأقوى. إذا لابد من تسوية حقيقية وبعيدة المدى. هذا ما قيل أيضا في مجلس الأمن، هذا ما قيل أيضا في الجمعية العمومية، أي وكل عاقل يقول ذلك. إذن بالتالي هذه 11 يوم يمكن استثمارها سياسيا بالبيت الداخلي الفلسطيني على مستوى الإقليم. لاحظوا المستوى الإقليمي شو صار،
هذا اللقاء اللي صار مع الرئيس الأسد قال انه في 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 محور، في محور، وهذا المحور قاعد بغير وبربح، وبالتالي بتغير المنطقة حقيقة. وإذا يعني بدنا نفصل بنفصل، إذا بالتالي هذا النصر كل الكل أباؤه، والكل بيربح، والكل بيعيد تموضعه في المنطقة لأنه معاه حق طبعا، ونحن كذلك كفلسطينيين بدنا نموضع أمورنا بطريقة صح ونستفيد ونرتب بيتنا الفلسطيني الداخلي من أجل أن يكون موحدا، حتى لا يقال إنه إحنا مجرد عشائر أو مجرد ميليشيات أو ليس لنا كبير أو ليس لنا من يمثلنا ما تكون إسرائيل، إنه مع مين أتفاوض؟ لا، نحن هناك عنوان واحد اسمه الرب التحرير الفلسطينية التي تضم كل المكونات الفلسطينية. هذا أول برأيي، هذا أول خطوة، ثم تليها برنامج عمل حقيقي يتم فيه تكامل المواقف، تكامل الجبهات، تكامل الجهود لتصعيد فلسطين الدولة كاملة جغرافيتها إلى ما قبل 48. مجددا مرحبا بك لواء عباس، كنت أسألك عن الرسائل من لقاء الرئيس الأسد فصائل المقاومة في دمشق بتوقيتها ومضمونها. الحقيقة دعني أعرف المسرح الذي تخاض فيه الحرب، هذا المسرح الممتد من اليمن إلى غزة إلى دمشق إلى بيروت إلى طهران بغداد، هذا المسرح مسرح الصراع مدعوما من روسيا والصين، مدعوما من قوى ذات السيادة. اليوم عندما يتكامل الانتصار ما بين اليمن وغزة ودمشق، نعم تلتقي قيادات المقاومة الفلسطينية مع سيدي المقاومة ومع قائد المقاومة سوريا التي احتضنت المقاومة الفلسطينية، كما ساهمت في دعم وفي تأكيد قدرات المقاومة اللبنانية. سوريا تحتضن المقاومة وتقف مع المقاومة في خندق نضالي مشترك متقدم واحد. اليوم الرسائل التي نستطيع أن نقول أن هذه الرسائل قد أكدت على أن البوصلة هي فلسطين بالنسبة للمقاومة، لحلف المقاومة، لكل عناصر ومحور المقاومة، البوصلة فلسطين. الإمداد القتالي لن تتخلى عنه سوريا، ولن تتنازل عن حقوقها في أن تكون فلسطين في قلب سوريا وليس في جنوب سوريا أو على حدود سوريا. فلسطين هي بإرادة وطنية، بإرادة مقاومة تثبت، أو بالأحرى هذا اللقاء نعم أرسل رسالة في تثبيت ثقافة المقاومة وفي تأكيد أن هذه المقاومة سوف تستمر رغم وقف إطلاق النار وأن الكيان الصهيوني إلى الزوال. أضف إلى أن من كان يمنع الطعام عن غزة، سوريا كانت تقدم الطعام والسلاح والذخيرة للمقاومة. هذا يعني أننا لن نتخلى عن دورنا وواجبنا في إمداد وفي دعم وفي تأكيد المقاومة في حتى وصولها إلى تحقيق أهدافها. وأيضا نؤكد لأن من أراد التطبيع ولمن أهرول نحو التطبيع ولمن يعتقد أن التطبيع هو والاستسلام والخنوع والمذلة واللحاق بالفلك الصهيوني أو بالدوران في حول بالفلك الصهيوني، هؤلاء لن يكون لهم إلا اللحاق بالكيان الصهيوني وموقع الخزي والعار. أما المقاومة التي انتصرت والتي تأكد انتصارها، انتصارها المعنوي، البعض يقول أن الكثير من غزة قد دمر، لكن غزة اليوم استطاعت أن تغير معادلات، وهذه المعادلات تغيرت بفعل إرادة المقاومة وبفعل الإمداد القتالي والمعنوي والاحتضان للمقاومة. أضف إلى ذلك أن هذا الانتصار هو من صنع كل عناصر المقاومة، كل محور المقاومة، كل محور المقاومة ساهم في الصنع، إيران، سوريا، حزب الله، اليمن، أبناء المقاومة الفلسطينية في غزة، هؤلاء الصامدين في حي الشيخ جراح وأيضا في حي العمود في باب العمود وفي القدس، في كل فلسطين من الخط الأخضر وفي الضفة الغربية. نؤكد مرة أخرى على أن من الرسائل المتقدمة لهذا اللقاء أن محور المقاومة لا يتفكك، وأن محور المقاومة أكثر من متوحد، وأن قيادتها مشتركة، قيادتها العملياتية مشتركة وقيادتها الاستراتيجية مشتركة، واتخذت قرارها بأن قرارها هو الانتصار. يضاف إلى ذلك أن أمريكا والمجتمع الغربي الذي أراد تدمير سوريا لأن بوصلتها المقاومة قد فشلوا، ها هو الاستحقاق الرئاسي يتقدم في سوريا، وها هو الاستقرار يصنع في سوريا، وها هي سوريا تعود مرة أخرى في خندق الصراع وفي خندق
الدفاع وفي خندق تحرير فلسطين، وهم الذين أرادوا النيل من سوريا وجعلها غير قادرة على تنفيذ مهامها حيال المقاومة الفلسطينية. اليوم احتضان حماس، والسيد الرئيس بشار الأسد يقول أن دمشق مفتوحة القلب لكل مقاوم فلسطيني. هل حماس اليوم تبنت فكرة المقاومة وإرادة المقاومة خارج ثقافة التطبيع؟ هل حماس اليوم حملت السلاح ومارست الدفاع عن القضية الفلسطينية؟ إذا كان هذا الأمر كذلك فهي أيضا في وعي سوريا وفي قلب سوريا، ولن تتخلى سوريا عن كل مقاوم يقاوم ويقاتل ضد الاحتلال الصهيوني. أضف إلى ذلك أن سوريا تسعى من أجل توحيد وتأكيد ليس التضامن الفلسطيني بل وحدة الموقف الفلسطيني ما بين وحدة المسرح والموقف ووحدة إرادة القتال ما بين الضفة وغزة والخط الأخضر وبين فلسطيني الشتات الذين شردوا في العالم. وسوريا الفلسطيني في قلب سوريا، وسوري يعامل في سوريا كأنه سوري وفي حكم سوري، لا يعطى هوية لأن هويته فلسطينية، لا يعطى هوية سورية لأننا لا نريد له أن يتنازل عن الهوية الفلسطينية، ونؤكد له على أننا معه وفي وعيه وسوف نقف إلى جانبه من أجل تحرير فلسطين والوقوف في وجه العدوان الصهيوني. سيادة اللواء ودكتور عوض، أن أعود إليكما بسؤال أخير لكل منكما بعد هذه الصوتية لعضو اللجنة المركزية في حركة فتح السيد عباس زكي الذي قال إن ما تشهد فلسطين تاريخي ويؤسس الانتصارات المقبلة تنهي حالة الاحتلال. أقوى دولة تعتبر أسطورة التفوق هزمت أمام هذه البطولة وأمام القدس والشيخ جراح و48 قد توحدت يتوحد معها العالم، كل العواصم التي مع فلسطين أو ضد فلسطين خرجت شعوبها تقول لا للجريمة، لا للإبادة الجماعية، لا لحكومة العصابات والأبارتايد في إسرائيل. دكتور عوض، ولو باختصار لو سمحت، هل يمكن البناء على ما قاله عباس لأن للاعتبار أن المرحلة المقبلة قد تشهد في الضفة الغربية حضورا ميدانيا لكتائب شهداء الأقصى مثلا وليس الاكتفاء فقط بالنشاط السياسي؟ باختصار شديد تعليقا على ما ذكره الأخ عباس زكي، حقيقة نعم في فشل للمشروع الصهيوني بعد 73 سنة، فشل في كل شيء على فكرة، وتكشفت عوراته كلها في هذول 11 يوم على كل المستويات على فكرة. على كل هذا منوط أولا بإرادة القيادة الفلسطينية، وعندما أقول القيادة الفلسطينية أقصدها كلها، هذا أولا. ثانيا واضح أنه الشارع الفلسطيني مهيئ تماما لأنه كل ظروف وأسباب الانتفاضة موجودة تماما، وأنا أدعي أيضا على هذا المنبر الكريم وكل ذلك أنه الانتفاضة الفلسطينية مستمرة من 2015 لكن بأدوات أخرى، مش الشكل الجماهيري، شكل مختلف، وهذا الشكل بكل مرة بتفاجئنا حقيقة ويحتاج إلى ظاهرة. المسألة الأخيرة والثالثة أيضا هذا منوط بأن المحتل، أنه هل المحتل سيعود إلى أساليبه القديمة باستخدام القوة الغاشمة ولا يقدم تسوية حقيقية يقبل فيها الفلسطينيون من أجل أنه تغيير الأوضاع كلها. إذا ظل أوكي تفضل. عذرا دكتور عوض، اليوم عباس ولو في أقل من دقيقة أيضا، في حقبة التطبيع لبعض الأنظمة العربية قالت المقاومة بفصائلها وبيئتها الشعبية كلمتها وفرضت لغتها في الميدان، أي رسالة نختتم بها ساعتنا هذه معك؟ نختتم ساعتنا بالقول إن رسالة المقاومة هي الرسالة الأمضى، والسيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. نعم إنه سيف القدس، نعم إنها إرادة الانتصار، نعم إنها إرادة الحق وهي تهزم الباطل والتطبيع إلى الزوال والسلام الإبراهيمي إلى الزوال، ومن أراد أن يجعل من الكيان الصهيوني قادرا على تحقيق الهيمنة على هذا القوس الأخضر الممتد من موريتانيا إلى المحيط الهادي قد فشل وخسئ ولن يحقق أهدافه على الإطلاق. اللواء محمد عباس الخبير في الشؤون العسكرية كنت معنا من دمشق، والدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس من رام الله، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين. أن التغطية النشرة فلسطين الملحمة والانتصار انتهت لهذه الساعة، لكنها مستمرة على رأس كل ساعة، فإلى اللقاء.